الآن تنضم إلينا الزميلة سحر بسليمان لإطلاعنا على جديد الأخبار الاقتصادية. صباح الخير سحر. صباح الخير أنس. إذن البداية بأخبار بورصة الدار البيضاء. نعم، البداية بهذا النظام المعلوماتي الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا ويدعى نظام العمر الجديد. بورصة الدار البيضاء أطلقت برنامجا معلوماتيا جديدا للتداول والتفاوض ميلينيوم إكتشينج، والذي أعده الفرع التكنولوجي لمجموعة بورصة لندن. وذكر بلاغ للبورصة أن إطلاق هذا البرنامج الذي يأتي تجسيدا وتفعيلا جديدا لشراكة الاستراتيجية مع بورصة لندن يندرج في إطار التحسين المستمر للخدمات التي توفرها بورصة لعملائها وللسوق المالية ولمجموع المستثمرين. وأشار المصدر إلى أن هذا النظام سيحسن مستوى الأتمتة والكفاءة التشغيلية ومعالجة المعاملات.